ايه المسخرة وقلة الحياة دي يا علا؟ في ايه يا حسبان؟ انت مين يا قد وتعرفها منين يا علا؟ سيب الجدع يا حسبان روح تطلع في ايدك الله في ايه؟ قور يا قد من وشي لو شفتك تاني هقطع خبرك قور. مالك ومالي يا حسبان؟ يعني ايه مال؟ مالي ومالي ومالي؟ عيب قلة الحياة اللي بتعمليها دي. انت متجوزة راجل برقبتك، عيب كده لما تبربغش عرفه. وهو كان عملك ابو كاتو؟ ده لو عرف هيشرب من دمك. يشرب من دمي؟ انا اشرب من دمي قال. هو مين ده يا اخويا اللي يشرب من دمي؟ ده معاش اللي يشرب من دم مسكينه. اسره مراتك جايه تتغدى عندي النهارده، عامله فراخ ورز وطبيخ. هتيجي تتغدى ولا دمك فاير على صاحبك ومش عايز تسيب اليغمه اللي بتبرتع فيها؟ جري يا حسب الله، ما بالراحه شويه يا اخي، ما عارفين ايش ناكل وياه. انت بتاكل فخر زادك؟ مطرح ما يسري يمري. كل يا اخو اللي يشوفه دلوقتي ما يشوفوش وهو خانق الجدع ولسانه طول كده اهو. خايف عليك واقفه تهزري مع الرجاله في الشارع، فرضنا جوزك شافك يبقى ازاي الحال؟ ما هي هتفضل تحرب تحرب لحد ما يطلقها وترجعنا للفجر تاني. هو ده كل اللي يهمكم؟ مفيش حاجه تهمكم ابدا غير الفلوس. حد يرفض النعمه برجليه؟ كل يوم بتاكل زفر وبتحلي وقاعده في البيت، لا شغل ولا مشغله، عايزه ايه اكتر من كده؟ يا ريت تتلم وتحط لسانك جوه حنكك وانت تبقى ضيف كل يوم والتاني انت ومراتك. والله يا عثمان ده راجل محترم وفييس ومقامه عالي. طبعا ما انت لازم تقول كده، ما انت كل يوم والتاني عنده في البار تدفح وتشرب وتقوم سفلقة. ما كلنا دلوقتي عايشين في خيره، امال انت اتجوزتيه ليه يا معدوله؟ ما انت عارفه انا اتجوزته ليه. اتجوزته عشان الحوجه اللي احنا فيها، قطعت الفلوس وسنينها. ربنا يكملك بعقلك ويهدي سرك امين. ينيلك وانت شبه خيال المقام. انت هتفضل قاطرني كده يا منيل؟ غور يا ولا، لو من قله ضغطي هعرف واحد زيك؟ غور يا ولا اللي يحسبوك عليا راجل. مش سامع كل ده ليه؟ واقفه ورا الباب جرايه يا راجل يا منايل على عينك يا مدعو. انت مش معاك المفتاح؟ ما انت شايفه مش مالك افتح. جبت لك الصف اللي بتحبيه. يلا بقى حلوه اضرب لنا القعده على ما غير هدومي. لا احسن ده انا واقع من الجوع. ينيلك علمني شرب المدعو ده. اتاخرت ليه يا منايل؟ لف واطلع. جوزك راجع امتى؟ يا اخويا يرجع وقت ما يرجع. يلا اطلع. انا افتحي. انت مين؟ ما انت عارفه. افتحي بقى قبل ما حد يشوفها. ان ما كنتش تحلم. خش يا مني. ايه ده؟ احنا بنشرب خمرة؟ ايه؟ ما بتحبهاش؟ لا حرام. ينيلك واللي بتعمله ده مش حرام يا ولا؟
خد اشرب 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 وانبسط يا واد، واوعى تفكر في الحرمانية دلوقتي. ده باين عثمان، هو ايه اللي جابه بدري النهارده كده؟ يا نهار طيب، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مالك يا ولا؟ مالك فاشح حنكك كده ليه؟ ما تجمد يا ولا وتخليك راجل. يلا اجري اجري، نط من الشباك جوه اجري. اجري كانك نيلة. رجالة خايبة. طيب يلا عباد، مالك مسروق كده ليه؟ ما بتفتحيش ليه؟ ياما ايه يا راجل، مالك داخل كده ليه؟ ايه ده؟ مش عوايدك يعني تشرب دلوقتي؟ هفاني مزاجي، ما انا قاعده طول النهار لوحدي في البيت ماركونه زي ازازه الخل وانت سايبني. كنت بتضحكي مع مين؟ مجنونه، بضحك لروحي، بضحك مع نفسي. عمرو عامل كده ليه؟ شبه نطاط الحيط. هنا فين؟ مانيش عارف، ما تروح تدور عليه، ما كانتش فاكره من الخط اللي متخبط وكانت خابط من ابوها. ايوه ليه يا بنت ال سو عثمان، ده ايه الشقه الحلوه دي؟ يا دي النور يا دي النور، بلا ضلمه بلا نور. المره سكينه فين؟ سكينه؟ وهو لا مؤاخذه سكينه ايه اللي هيجيبها عندنا؟ هي مش في بيتك؟ لا طفشت. طفشت؟ يا نهار ابوها اسود. لا تعال احكي لي، تعال احكي لي. روق روق يا استاذ عثمان، بالك اول ما ايدي تطولها هجيبها تحب على رجلك وتبوس الايد اللي اتمدت لها باللقمه. خد. انا اللي غلطان؟ هو من ناحيه ان انت اللي غلطان؟ ايوه انت اللي غلطان، كان لازم تكسر لها ضلع من الاول. النسوان اللي دايره على حل شعرها دي لازم تاخد على دماغها. ده انا اللي لميتها من الشوارع. ما على يدي وصرفت عليها، ما بخلتش. ما هو صرفك عليها ده هو اللي كان غلط من اساسه. قصدك ان انا السبب في طفشانها؟ ما هي مش هتطفش كده من الباب للطاج، لازم ضربها. يا ريت، ده لو شفتها هشرب من دمها. سو عثمان راجل مجدع، ما يمدش ايده على حرمه. انا ما يهمنيش حرمه ولا غيره، مسير اجيبها الفجره. هي مش فجره، الفجر اللي يسيب مراته تطفش ويجي يتبلى عليها. اقطع دراعي ان ما كنت عملت في البيت حاجه وجايه الدار. ايوه خدوهم بالصوت.
كان نفسي امسك الواد اللي كان معاها كنت وديتهم هما الاثنين في 60 ده. هي غلطانة تستاهل الدق على نفخها. هي مين اللي غلطانة يا صعصب الله؟ ما تقعد مع ودي تكلم عدل يا اخي. بذمة انت الراجل ما قلتليش ليه لما جيت اطلبها منك انها ماشية على كيفها. وبعدين في الغلط ده بقى يعني اطبق في رجالتك دلوقتي؟ ما حدش مال عينك ولا ايه؟ كتك مين افوان زارك اللي طفش مدورين؟ تلاحك ما تطفش منك. ما انتوا كلكم زي بعض خميره واحده. لا ده انت زودتها جوله ابو جردان. انت كده كده وسرجان وش بس يا ريه يا ريه يا ريه يا ريه يا ريه سيبيه احسن يحسبوها علينا. لا ريه قوم مش راجل يحكمك ولا ايه؟ انا هروح اتهم نعمل فيه بلاغ واقول انه قتل اختي وتواها وعايز اجرط اسمه. عايزين تودوا لي بتاعي يا وانطة؟ ده انا هبيتكم كلكم في التم. بقيتك احنا في اسم تاليا الاول. يا راجل قتلها 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 قتلها. مين قتل مين يا راجل انت؟ قتلها يا شاويش قتلها. انا مش فاهم منك حاجه، انت شارب حاجه؟ عامل ايه من ساعه ما قتلها وانا لا قادر اشرب ولا قادر انام ولا قادر اكل ولا قادر اعمل اي حاجه. يا جدع فسر كلامك، انا مش فاهم حاجه. مين قتل مين؟ جوز اختي قتل اختي وانا جايب العني. يعني نفتح لك محضر؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. افتح محضر ربنا يفتحها في وشك. اسم المبلغ ابو العيله همام. ابو العيلة همام. ها شفت ايه يا ابو العيلة؟ اقول لك ايه ولا ايه يا بيه؟ ما شفتش حاجه. ما جاي تبلغ عن ايه؟ عن جوز اختي قتلها. قتلها ازاي يعني؟ ذبحها يا بيه، ذبحها المجرم، ذبحها كيف النفر ما يذبح البهيمه. شفتها وهي مذبوحه؟ لا. شفت وهو بيقتلها؟ لا. امال شفت ايه؟ اقول لك ايه ولا ايه يا بيه؟ ما شفتش حاجه. امال عرفت منين ان جوز اختك قتلها؟ مش لاجينها يا بيه، يبقى ذبحها. هو انا هتبلع ليه؟ يا جدع اتعدل في كلامك. انت عايز تلبس جوز اختك جنايه؟ غصب عني يا بيه، دي مهما كان اختنا وفجاه ما لاجيناهاش. تبقى طفشت. ما هو النسوان اليومين دول بتطفش من جوازها. طب انا عايز اعمل بلاغ تاني بجوز اختك. بلاغ ايه؟ ابي تاجر في المخدرات. يا ترى عملت ايه يا بنتي؟ قتلك وتواكي؟ يا ترى عملت ايه في الراجل يا سكين؟ في ايه يا جماعه؟ انتوا هتكذبوا الكذبه وتصدقوها ولا ايه؟ ما انتوا عارفين ان بنتكم عايزه حشر رقبتها، عارفينها كويس. ما كفاياك بقى يا حسب الله. حد عارف لها اذا كانت عايشه ولا ماتت؟ وبعدين انت حاطط نجرك من نجرها ليه؟ وبتكرهها ومش طايقها ليه؟ من عمايل وش فقر. طيرت من ايديها الراجل اللي كان مهنيها وما كانش مخلينا كلنا محتاجين اي حاجه. الراجل يدخل يلاقي راجل غريب في بيته مع مراته وبيشرب من الإزازة اللي هو نفسه بيشرب منها عشان يعدل مزاجه. مخرب بيته، يعني كان لازم يرجع بدري. عملت ايه في التوم؟ جالك هيلاقوها؟ هيجيبوها منين؟ هيجيبوها منين؟ ده طفشت. لما احنا عارفين انها طفش. ليه؟ ما انت بتقولوا زمان الراجل عمل فيها حاجه وتواها. اهو كلام. هريد جبلها وهي رايحه ناحيه القطر وشايله بؤجه، وسالها راح فين يا سكينه؟ قالت له راح عقد مصلحه. ها جالكوا كلامي؟ استنى بس يا راجل انت، استنى شويه حسب الله. ما قالتلوش هي رايحه فين يا ابو العيله؟ طب مش كانت عدت شهور الاول؟ اختك دي بنت حرام مصفي. وبعدين معاك يا راجل انت، ريا ما تقولي جوزك يتلم بقى. حسب الله. تعرف مين دي لجل ما تتدرى عنده؟ انا عارف. تلاقيها طفشت مع الواد اللي جوزها ظبطها معاه في البيت. ايوه كانوا طبخينها مع بعض. ما اختك دي فجره وعينها بكسه.